السلام عليكم. دعمك يا محمود. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا يا شيخ مصطفى. يا مرحبا بك وأهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا بحضرتك. معلش سؤالين واقتراح. سأل واقترح. اقترح حضرتك بعد متابعتنا لحضرتك الفترة اللي فاتت 90% من الأحاديث اللي احنا بنسمعها كل يوم طلعت ضعيفة. بقترح لو حضرتك تعمل لو كل يوم 5 دقائق فيديو صغير كده يعني بخمس أحاديث من الضعيفة اللي احنا بنسمعها كل يوم يعني تكون فيديوهات قصيرة يعني. أجتهد إن شاء الله. أجتهد إن شاء الله. إن شاء الله. السؤال معلش حضرتك حضرتك لما حد بتقول لحد السلام عليكم وبيرد عليك السلام ناقص فبتقول له الآية اللي بتاعت فإذا حييتم بتحية فردوها حيوا بأحسن منها أو ردوها. أحسن منها وردوها. إيه اللي أحسن وإيه الرد؟ يعني إذا قلت لك السلام عليكم ترد بمثله وعليكم السلام أحسن منها وعليكم السلام ورحمة الله. إذا قلت لك السلام عليكم ورحمة الله تقول مثلها وعليكم السلام ورحمة الله وأحسن منها وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وانتهى السلام إلى وبركاته. شكرا.